لو تخيلنا جسمنا بدون الجلد، كيف ستكون أعضاءنا؟ القلب، القفص الصدري، هل نستطيع أن نمشي؟ ماذا سيتعرض جسمنا في حال لو لم يكن لدينا جلد؟ ولماذا لستي في المدرسة؟ أم أنك تفضلين العمل عن الدراسة؟ ليس لدي المال الكافي لأسجل في المدرسة. إذا أنت لا تجيدين القراءة والكتابة. إلا الفتيات يسخن مني لجهلي بالقراءة والكتابة. لا تحزني، غدا سأذهب بك إلى مدرسة حكومية وستتعلمين هناك القراءة والكتابة بإذن الله. إن كل شيء قابل للتغيير فقط ببعض التكرار والثقة، لذا لا يجب أن نظن لأننا مختلفون قليلا لن نستطيع. يجب أن نكون اليوم بفضل تلاميذي، بفضل هالمبادرات اللي قمنا فيها، حصلت على جائزة المعلم العالمي لعام 2022. كنا أول المشاركين أنا وتلاميذي، تلاميذ وحدة زهرة المدائن. قدمنا مقطع تمثيلي كان ناجح جدا، والآن باقي معلمات سورية من جميع المحافظات في سوريا يقدمون لنا المزيد من المقاطع التمثيلية ويتم تدقيقها لغويا لعرضها. المقاطع التمثيلية هي عبارة أولا بتفيد المعلمين والتلاميذ، هي عبارة عن تبادل خبرات بين المعلمين بكل المحافظات سوريا. أيضا قمنا بمبادرات، قدمنا مشروع منهج صحي كان ضخم وتم تداوله على جميع وسائل التواصل الاجتماعي التربوي على الصفحة الرسمية لوزارة التربية. اهتمت مشكورة الصحة المدرسية في وزارة التربية بالموضوع. قمنا بزيارة دار السعادة للمسنين في محافظة حلب. استخدمنا مسرح خيال الظل لأول مرة في التعليم. لازم الإنسان يضل يثقف حاله، والمعلم ما يكتفي فقط بالكتاب المدرسي اللي نحن بأيدينا، دائما نتابع شوفي بالميدان، شوفي نثقف حالنا. خاصة بعد جائحة كورونا نحن لاحظنا اتطورت المناهج، المعلم لازم يواكب التكنولوجيا، بظل أنه حتى عم نشوف التوجه الرقمي صار متطلب أساسي بالتعليم الحديث. فهي الجائزة، جائزة المعلم العالمي، كان إلي الشرف لأنه بيقولوا من أصعب الجوائز الأكاديمية. فخورة أنه رفع علم بلدي الحبيب سوريا بين 115 دولة عربية وعالمية. بالنسبة للمعلمة مرفت جبور، قامت مديرية التربية بتقديم كافة المساعدات الممكنة وتسهيلات لأي عمل أو موقف تعليمي يتم تقديمه عبر صفحة المواقف التمثيلية الداعمة للمناهج المطورة أو على صفحة مدرسة زهرة المدائن بشكل كتير كبير، سواء من حيث متابعة النصوص اللي تقدم، متابعة تدريب الطلاب، من حيث التسهيلات بالوسائل. كما وجهت مديرية التربية بتقديم كافة التسهيلات لأي معلم يقوم بتقديم موقف تعليمي متميز أو أي درس نموذجي.